تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالتفاؤل والإنجازات والطاقة الإيجابية المتجددة دائما. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء، ليكون هذا البرنامج عبارة عن نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. وأيضا من خلال هذا البرنامج نحاول أن نطرح مختلف الموضوعات الصحية والطبية والتي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج الأخت رحاب المروشد، وفي التنسيق معانا سارة يوسف، وأيضا هذه تحيات فريق الإعداد من قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. مثل ما عودناكم دائما مستمعين، نبدأ حلقتنا بمجموعة من الأخبار التي تطالعنا بها وكالات الأنباء المحلية والعالمية. خبرنا اليوم في هذا الصباح يعني تطالعنا به صحيفة البيان بتصريحات خاصة لمعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، جاء تحت عنوان صحة دبي عدلت رواتب 3000 موظف خلال عام واحد. أكد معالي حميد القطامي في تصريحاته أن الهيئة عدلت رواتب 3000 موظف في أقل من عام، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، مضيفا أن عملية التعديل مستمرة. وقال معاليه إن التعديل شمل أطباء وفنيين وإداريين، وذلك بعد دراسة الرواتب في أكثر من جهة محلية وخارجية، مشددا على أن موضوع الاستقالات في الهيئة بات محدودا جدا. وقال معاليه للبيان إن الهيئة ستبدأ قريبا في قبول التأمين الصادر من شركات التأمين الصحي الأخرى، وذلك مع قرب الانتهاء من تأمين جميع المواطنين والمقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من دبي. وأشار أن هيئة الصحة تعكف حاليا على وضع استراتيجية للسياحة العلاجية بالتعاون مع كل الجهات المعنية مثل دائرة الترويج السياحي وإدارة الجنسية والإقامة، لافتا إلى أن الاستراتيجية ستشمل على باقات للخدمات العلاجية المتميزة في دبي وبأسعار ستكون منافسة للأسعار الموجودة في الدول المعروفة بالسياحة العلاجية. وكشف معاليه عن الخارطة خاصة بالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الهيئة 2016-2021، لافتا إلى أن الخارطة تشتمل على 3 مراحل: الأولى ذات أولوية مرتفعة ومبادرات المكاسب السريعة، وتشمل على 53 مبادرة تبدأ في الربع الأول من 2016 وتستمر حتى الربع الرابع من 2017. وقال أن المرحلة الثانية تحتاج إلى إعداد قبل إطلاقها، ولكنها تشمل على ما يقارب 26 مبادرة تبدأ في منتصف عام 2016 وتستمر
حتى 2018، وأضاف معالي أن المرحلة الثالثة تحتاج إلى جداول تنفيذ زمنية طويلة، وهي أصعب من غيرها من حيث التنفيذ لاعتبارها مستقلة عن المبادرات الأخرى، وتشتمل على 14 مبادرة تبدأ من الربع الأول من عام 2017 حتى عام 2018 وتستمر حتى 2021. وقال القطامي إنه سيتم إنشاء مكتب للتحول الذكي لضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية ومتابعة المشاريع، يعمل لمدة 3 سنوات كمشرف أساسي لتنفيذ الاستراتيجية ويضمن التحول السلس ويسهم في دعم ثقافة المؤسسة الجديدة. يعني كانت هذه أبرز ما ورد في هذه التصريحات المهمة والقيمة والتي ترسم لنا خارطة الطريق في العمل الصحي في إمارة دبي. ركزت حقيقة على العديد من المحاور، ركزت على المحور المهم وهو العنصر البشري. يجب أن يكون هذا العنصر البشري مرتاح على أساس أنه يقدر قدر الإمكان يعطي في هذا المجال بأريحية. أيضا هنالك تركيز على العديد من المواضيع الأخرى التي يعني الواحد ينظر إليها بعين الاعتبار على أساس أنها تكون مبادرات قيمة في مجال تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم. أيضا من جهة أخرى مستمعينا، يعني ما نطرح بعض الأخبار اللي ممكن شوية تكون غريبة في تحقيق نزل يعني على البي بي سي، يقول هل يجب أن تتخلص من حذائك؟ يعني هذا السؤال نطرحه لكم. الإجابة ربما تكون نعم، والأرجح أنها ستكون بالإيجاب إذا كنت تعيش في بيئة باردة، ولكن هناك حركة متنامية تروج للفوائد الصحية الجسدية والنفسية لعدم ارتداء الحذاء. يعتقد بعض الأشخاص أن الخطوة الصحيحة نحو نمط حياة أكثر صحة هي التخلي عن الأحذية. يعني مو بأن مثل يقول حافي ومنتف، لا، هني حافي وصحي. فتقوم حركة تعرف باسم الحفاة على فكرة أن السير بقدمين حافيتين يجلب فوائد صحية، حيث يسمح لأجسادنا بالاتصال المباشر بالإلكترونات الموجودة في الأرض، ويرى هؤلاء أن ذلك يسمح أيضا للإلكترونات بالوصول للجسم، وهذه الإلكترونات الحرة تعمل كمضادات قوية للأكسدة. عموما في صفحة على الإنترنت هناك شهادات كثيرة لأشخاص مارسوا السير بقدمين حافيتين ومقتنعين بفوائده الصحية، من بينها تحسين نظامهم المناعي وتمتعهم بنوم أفضل ليلا. لكن بعض العلماء غير مقتنعين بذلك. يقول ستيفن نوفيلا، أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب بجامعة ييل الأمريكية، أنه ليس هنالك دراسات قوية يمكنها أن تؤكد فوائد السير دون حذاء. من ناحية أخرى يظل الجري بقدمين حافيتين مثار نقاش بين علماء الرياضة، وأدت المزاعم بأن الجري دون حذاء قد يحسن الأداء ويقلل من الإصابات إلى من الإصابات اللي يمكن أن يمارسه الكثيرون في هذا المجال. ويقول الدكتور مايك ويلينغسون من جامعة نورث منبريا في بريطانيا، إنه من الأفضل أن يبدأ الشخص السير حافيا على أسطح صلبة. وكان ويلينغسون من أوائل الأشخاص الذين جروا بطول ماراثون غريت نورث ران بقدمين حافيتين، وذلك عام 2011. من ناحية أخرى يعد الحفاء متطلبا ضروريا وليس اختياريا في طقوس بعض العبادات وبعض المعتقدات، يقترن الحفاء بعلامات الخشوع والدخول في عالم روحاني. عموما الشاهد من هذا الموضوع كله أن في ناس يقولون أن هنالك فوائد للي يمشي من غير حذاء، وفي ناس يقولون أن المسألة ما تم إثباتها علميا. لكن السؤال، هل الكعب عند النساء مفيد؟ ما أدري، هذا السؤال أنا بتركه للنساء بما أن عندنا الكنترول مليء بالنساء.
عموما خلونا نروح معاكم مستمعينا على موضوع آخر، حيث أن هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع قناتي نور دبي وسما دبي تواصل بث حملتها التلفزيونية التوعوية مساء كل يوم قبيل نشرة الأخبار من خلال شخصيتي سلامة وسعيد التي تستهدفان أو اللتان تستهدفان رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة السليمة لدى المجتمع. وبمتابعتهم للحملة سيتمكن المشاهدون الأعزاء من الاستفادة مما تؤكد عليه المشاهد التلفزيونية من معارف وثقافة ومعلومات تعزز قدراتهم وأدراكهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية واتباع أساليب وقائية مهمة لضمان سلامتهم. تأتي الحملة ضمن مجموعة القنوات والباقات الإعلامية التي استحدثتها الهيئة للتواصل مع المجتمع وتقديم نوعية جديدة من الخدمات الصحية والوقائية. ركزوا، نحن يعني من خلال هذه القنوات نحاول قدر الإمكان أن نعزز أنماط الحياة الصحية ونركز على الوقاية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. طبعا هذا الموضوع أيضا من خلال البيان الصحي اللي يصدر مع صحيفة البيان، ومن خلال هذا البرنامج اللي تعاوننا فيه مع إذاعة نور دبي المميزة جئنا بهذه الفلارات أو المشاهد التلفزيونية اللي ممكن تتابعونها بعد الأخبار. وأيضا الآن منحط لكم المقطع اللي تم بثه بالأمس، وبتعرفون شو هو الموضوع اللي كنا نتكلم عنه من خلال هذا المقطع الصوتي. يعني أخذنا الصوت، لكن هنالك اللي يبغي يتابع الصورة، الصوت والصورة ممكن أنه يشوفه على التلفزيون أو حتى من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نسمع الخبر أو نسمع هذا المقطع ونرجع لكم. إذا ولدك عنده حكة وبقع وقشور في الجلد، لا تقولي يا سلامة عادي حساسية. ترى مو بدائما الحساسية شيء عادي، فهذه ممكن تكون إكزيما، واسم إكزيما الصراحة بروحها مزعج. وللعلم أن الإكزيما تصيب بين 5-20% من الأطفال حول العالم. 85% من المرضى يصابون بالإكزيما قبل سن 5، ولكن الحمد لله الإكزيما تختفي قبل سن 12 في 60% من الحالات. إذا ولدك مصاب بالإكزيما، اتأكدي أن الجو في البيت ما يكون جاف، وخلي الحرارة دائما معتدلة، وخففي بعد من العطورات والبخور في البيت، واختاري للولد الملابس القطنية، والألعاب أفضلها تكون بدون شعر أو فرو، والأحسن نخلي الحيوانات الأليفة بعيدة عنه. خلال الاستحمام لا تستخدمين الصابون المعطر، وتأكد أن الماء يكون معتدل، ولا تفركين جسم الولد بالفوطة، فقط التجفيف بلطف، ولا تنسين استعمال مراهم الترطيب مباشرة بعد الاستحمام عشان يبقى جلد الطفل مرطب. وهذه النصيحة للأهل المدخنين، ترى التدخين يؤذي الطفل المصاب بالإكزيما. وعساكم دوم بصحة وسعادة. كان هذا الفلر خاص بالدكتور أنور الحمادي، ويتحدث فيه عن الإكزيما، والإكزيما هو شكل من أشكال التهاب الطبقات العليا من الجلد. عموما اليوم وباشر وبعد وبعد نحن متواصلين معاكم عبر هذه المشاهد التلفزيونية. لكن بالنسبة لبرنامجنا، برنامجنا هو من يوم الأحد لين يوم الخميس تماما، نبتدي من الساعة 10 حتى الساعة 11. وصلنا إلى الفاصل الأول، بعد الفاصل عندنا مواضيع أخرى ما نطرحها، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، يرمز المشروع الطموح النابض الذي نفذته هيئة الصحة بدبي مؤخرا إلى شبكة دبي التكاملية الصحية، والتي تهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني موحد للمرضى على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال ربط المعلومات الصحية الموزعة بين الجهات الصحية.
يؤمن مشروع هذا المشروع رؤية شاملة للملف الطبي للمريض بما يضمن توفير رعاية صحية أعلى جودة وأكثر محافظة على سلامة المرضى مع توفير رعاية صحية أقل تكلفة وأكثر موائمة لأفضل الممارسات الطبية. ومن قيمة هذا المشروع الكبير بادرت سفارة السويد في الدولة لعرض تجربتها المماثلة والمشابهة لمشروع نابض من خلال منتدى البيانات الصحية الذكية الذي بدأ صباح اليوم بحضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين في القطاع الصحي في الدولة. وتتوافق اتجاهات هيئة الصحة بدبي مع السويد فيما يخص مجموعة مؤشرات السعادة إلى جانب العديد من النقاط المهمة المتشابهة حول هذا الموضوع. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الدكتور أسامة الحسن رئيس قسم الصحة الإلكترونية في إدارة تحليل بيانات ومعلومات الصحة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا. صباح النور. صباح الورد يا دكتور. ياليت في البداية تخبرنا كيف بادرت سفارة السويد للتعرف إلى مشروع نابض وعرض تجربتها المماثلة. والله الحقيقة المبادرة جاءت من اتجاهنا نحن كواحد من برامج مشروع نابض. قدمنا مشروع اسمه منتدى دبي للبيانات الصحية الذكية. نعم. وعبارة عن سلسلة من المحاضرات والاجتماعات الهدف منها توعية الشركاء سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي على موضوع نابض وموضوع تبادل البيانات المعلومات الصحية. فكانت هذه تقريبا ثاني فعاليات لمنتدى دبي للبيانات الذكية. وقمنا بالتواصل مع السفارة السويدية ممثلة في المجلس السويدي للتجارة والاستثمار وهم قاموا مشكورين بمساعدتنا بتوزيع. طيب. المتحدثين. طيب. دكتور هنا أبغى أتحدث عن تشابه التجربة السويدية مع المشروع اللي تطرحه هيئة الصحة بدبي. ليش اخترتوا التجربة السويدية ومدى؟ والله السويد تشابه مع دولة الإمارات في كثير من الأشياء، منها أنهم عندهم نظام المقاطعات. يعني عندهم في السويد 21 مقاطعة، كل مقاطعة لها نظامها الصحي المختلف وهم قاموا بربطهم مع بعض. فنحن مثل في تشابه من ناحية النظام الفدرالي، أو أن عندنا 7 إمارات وكل إمارة أو بعض الإمارات لها نظامها الصحي المحلي، وفي النهاية نبي بعد نربطهم في نظام واحد، فهم كان جابهتهم نفس التحديات. طيب ما هي حدود الاستفادة المتوقعة للهيئة من التجربة السويدية؟ والله الزين أن في التجربة السويدية تقريبا بدأوا مشروعهم هذا في سنة 2000. فهم عندهم تقريبا حوالي 15 سنة من الخبرات في هذا الموضوع. أيضا قاعد يتعلم كيف بدوا طريقة الرصد وشو الأخطاء اللي وقعوا فيها واللي تعلموا منها، على أساس أنه ما نقع في نفس الأخطاء ونستفيد من الأشياء المميزة عندهم. جميل دكتور. يعني المنتدى هذا المنتدى فكرة جميلة، فكرة حلوة أن تقام هنالك منتديات للبيانات الصحية الذكية. يا ترى من أين جاءت فكرة المنتدى ومنوهم الحضور اللي تستهدفونهم من خلال عقد هذه الجلسات؟ والله فكرة المنتدى في الحقيقة بدأت قبل مشروع نابض حوالي 2 سنين تقريبا بداية 2013، وكانت يعني منطلقة من موضوع أنه كيف نساعد القطاع الخاص أنه يبني أنظمة صحية جيدة على مستوى جيد. وكان هذا حول مشروع إمرام أو اللي يسمونه EMR Adoption Model، أو هو الموضوع أن نتأكد كيفية للأكمة داخل المستشفيات تكون بطريقة جيدة. فبدينا هذا تقريبا كان عندنا حوالي 15 فعالية قمنا فيها خلال السنتين الماضيتين، بداها الدكتور محمد الرضا هو رئيس الإدارة، هو كان صاحب الفكرة، وطورناها أكثر وأكثر إلى ما جاء مشروع نابض. فقررنا نطور المنتدى بحيث يكون يشمل بصورة أكبر مشروع نابض وأهداف مشروع نابض. جميل. منو عندكم الشركاء اللي تتعاملوا معاهم في؟ والله عندنا شركاء من الجهات الحكومية وشركاء من القطاع الخاص. الجهات الحكومية طبعا الشريك الأكبر هو وزارة الصحة، بيكون إنه عندهم برنامج مشابه له برنامج نمط. فwe have to يعني لازم نشتغل يد بيد وطريقة تسويقية من اليوم الأول. مع وزارة الصحة. معنا الأستاذ مبارك إبراهيم اللي هي مدير إدارة الأنظمة الصحية بوزارة الصحة، وهي راح تكون معنا الآن بعد عشان تلقي الضوء على مدى الاستفادة من هذا المنتدى.
زين، نتشرف فيها دكتور. ممكن أوصل فيها؟ إيه تفضل تفضل. مرحبا أستاذة مباركة. ألو، السلام عليكم. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ طيبة؟ هلا مرحبتين، بارك الله فيك. أستاذة مباركة مدير إدارة الأنظمة، نظم المعلومات، نظم المعلومات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. أستاذة مباركة، يعني وجودك في هذا المنتدى، خلينا نتكلم في البداية أن كيف شايفين هذا، يعني مخرجات هذا المنتدى وعرض التجربة السويدية من خلال هذا المنتدى؟ نعم، في البداية صراحة هذا المنتدى منتدى صراحة جميل جدا، لأن إحنا قاعد نتعرف على خبرات الدول الأخرى في الربط الإلكتروني لملفاتهم الصحية على مستوى البلاد. لأن إحنا أصلا في دولة الإمارات عندنا مبادرة من قبل الشيخ محمد بن راشد بربط الملفات الصحية للمرضى على مستوى الدولة، فهذا المنتدى صراحة أعطانا وجهة نظر الدول الأخرى في كيفية التطبيق. طبعا احنا في الإمارات دائما عندنا يعني نحاول نكون يعني عندنا طرق مميزة في طريقة الربط، بس في نفس الوقت احنا نحاول ان نشوف التجارب الأخرى، نتعلم من نجاحاتهم، نتعلم من وين التحديات اللي هم شافوها في عملية الربط. فهذا المنتدى صراحة أعطانا فكرة جيدة جدا عن تجربة السويديين من ناحية الربط على مستوى البلاد. طبعا هم تجربتهم لها سبان وغير تقريبا خلص 30 سنة، ولكن المعطيات اللي والمخرجات اللي شفناها من هذا المنتدى جيدة جدا، بحيث أنها أعطتنا نوعية من يعني نوعية من التفكير، إن في جزئيات لازم إحنا نأخذها بعين الاعتبار عندما نبتدي إحنا نفكر في ربط الملفات الصحية على مستوى الدولة. شو أبرز الأشياء اللي تركزت عليها المناقشات في هذا المنتدى حتى الآن أختي ماركة؟ كان أهم شيء بالنسبة لهم هم الحين يوم تناقشنا كان فيه يتكلمون عن الناشنال هيلث كير سيتي نتورك. عندهم نتورك على مستوى الدولة، وهذا النتورك تسهل عملية الربط بين المستشفيات والعيادات. فهذه الجزئية صراحة احنا بعد لازم نفكر فيها، انه يكون عندنا نفس اللي هي الهيلث ديتا نتورك كاملة اللي تربط كل المستشفيات والعيادات، الى جانب انهم هم شافوا طرق معينة ما هي يعني ما هي المشاريع اللي لازم يطبقونها من أول يوم علشان يشوفون المنفعة اللي بتطلع من وراء تطبيق هذا الملف الطبي الموحد. فبدأوا في جزئيات معينة مثل الديجيتال راديولوجي، يعني الراديولوجي حاولت تكون من أول المشاريع اللي طبقوها على مستوى السويدش علشان يكون فيها نوع من تبادل الصور، بدل ما يكون الشخص أو المريض يسوي أكثر من أشعة في أكثر من يعني فاسيلتي، يسويها فاسيلتي واحدة ويتم مشاركتها على مستوى الدولة. إحنا هنا طبعاً نشوف إن فيها patient safety اللي هو طبعاً إن يكون المريض لا يتعرض للإشعاع بشكل كبير، صح؟ طبعاً أكيد هذه أول جزئية، والجزئية الثانية اللي هي الكواليتي اللي هي جودة الخدمة، بحيث إن الدكتور وين ما يتواجد يقدر يشوف ملف المريض ويقدر إن شاء الله يعني يكمل على إنه يعطيه الخدمة اللي هو يحتاجها. طيب، المعطيات اللي موجودة تحت الملف. ممتاز أستاذ مبارك، أنا عندي سؤال أخير أبغي بس أوجهه لكم، يعني ما بين هذا السؤال قسمه ما بينك وما بين حتى دكتور أسامة، يا ترى متى سوف نشهد هذا الربط الإلكتروني ما بين المستشفيات والقطاعات اللي تابعة لوزارة الصحة وتنمية المجتمع مع المستشفيات والعيادات التي تتواجد في إمارة دبي؟ أنتم مشروعكم اسمه شو اسم المشروع اللي مشابه لمشروع نابض؟ نابض هذا عبارة عن ربط الملفات الطبية الموحدة على مستوى إمارة دبي. طيب، ولكن عندنا إحنا اللي هو الملف الطبي الموحد الوطني اللي هو ربط جميع الملفات الطبية على مستوى الدولة العربية. أي. شو سميتوا المشروع أستاذة مباركة؟
والله الحين احنا ما عندنا اسم موحد، قاعد نحاول ان شاء الله نطلعه، بس هو الحين اسمه يعني National Unified Medical Record اللي هو الحين بالانجليزي اسمه نيومر، بس احنا نحاول ان شاء الله عن قريب نطلع له مسمى ويكون له الايدنتيتي. سووا استبيان ويطلعوكم اسماء حلوه الجمهور ان شاء الله. ليش لا، باذن الله تعالى. طيب متى ممكن نشوف هذا المشروع كامل ان شاء الله؟ صراحة احنا بدينا المشروع وفي لجنة تم تشكيلها على مستوى الدولة، فيها طبعا اللي موجودين فيها طبعا الأعضاء من وزارة الصحة، أعضاء من هيئة أبو ظبي، أعضاء من صحة دبي، إلى جانب حتى احنا خذينا في الفري زونز اللي هي الدي اس بي سي مدينة دبي الطبية. واحنا طبعا نشتغل كلنا كلجنة أساسنا نشتغل على كيفية ربط الملفات الطبية الموحدة على مستوى دولة الإمارات العربية. جميل، وأكيد وجودك في هذا المنتدى أيضا أكبر دليل على التعاون المستمر ما بين جميع هذه الجهات لإخراج هذا المشروع بالشكل المناسب وفي يعني السرعة الكبيرة التي نسعى من خلالها للاستفادة من كل هذه المميزات التي سوف تخرج عن توحيد هذه الأنظمة والمعلومات. فأنا أتوجه لكم بالشكر الجزيل أستاذ مبارك إبراهيم، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووصلي سلامي بعد كذلك الدكتور أسامة الحسن رئيس قسم الصحة الإلكترونية في إدارة تحليل بيانات ومعلومات الصحة بهيئة الصحة بدبي، ونتمنى لكم التوفيق في هذه المشاركة من خلال هذا المنتدى. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله. إذن مستمعينا، نحن ما بين الحديث عن الأنظمة وعن المستويات الخاصة بالأمور اللي توحد هذه المعلومات سواء من خلال مشروع نابض أو غيره من المشاريع التي سوف تسهم بشكل أو بآخر في إخراج المنتج الصحي والتشخيص الصحي بجودة عالية. ما أدري رحاب تعطيني دقيقة ممكن يعني أذكر ونحن نتكلم عن الأنظمة وكذا، في عندي يعني خبر جميل يقول دماغ الإنسان في السنة الأولى هو مستودع معلومات. في دراسة علمية حديثة يعني كشفت أن تعرض الدماغ في سن مبكرة للغة ما يؤثر في مرحلة لاحقة على طريقة معالجة الدماغ لأصوات لغة أخرى، لكن معدي الدراسة لم يتوصلوا إلى معرفة أثر سماع لغة في سن مبكرة على تعلم لغات أجنبية في مراحل لاحقة. وتبين للباحثين أن دماغ الإنسان في السنة الأولى من حياته يكون حساس للأصوات ويخزن الكثير من المعلومات. وشملت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communication 43 طفل وفتى تراوحت أعمارهم بين 10 و17 عام يتكلمون اللغة الفرنسية، وقد تعرض البعض منهم في سن مبكرة لسماع اللغة الصينية. وقالت لارا بيرس المتخصصة بعلم النفس في جامعة ميغل الكندية، استخدمنا أشباه كلمات فرنسية لنرى كيف يتفاعل الدماغ مع أصوات لغة يتقنها في حال كان تعرض لها في الصغر، تعرض لأصوات لغة أخرى. نحن عندنا مثل عند العرب يقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فنحن علمونا أن لازم نلتزم بالفاصل في الاستوديو، فنطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة، صحة وسعادة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما بمواضيعها وبرامجها إذاعة نور دبي. مستمعينا، في بداية الحلقة أنا قريت يعني خبر خاص ببعض التصريحات الخاصة بي من قبل معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي عن الترقيات وعن الاستراتيجية اللي وضعتها الهيئة، يعني فيها
بعض الأمور اللي شملت مختلف الجوانب التي ترسم لنا خارطة الطريق حتى عام 2021 في هيئة الصحة. وذكرت أن يعني معالي أكد أن الهيئة عدلت رواتب 3000 موظف في أقل من عام. هناك الكثير من رسائل للشكر اللي جت على هذه المبادرة. يعني بختار من بينها يقول المستمع أبو علي من هيئة الصحة يقول: السلام عليكم، من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر معالي حميد القطامي على تصريحه هذا، وأشكر على الترقيات وزيادة الرواتب. يعني حقيقة أنا دائما أقول يعني جزاه الله خير معالي حميد القطامي يسعى دائما للأمانة في أكثر من لقاء أنه يركز على إسعاد الموظفين. يقول يعني إذا كان الموظف مستانس وسعيد أكيد راح يعطي في هذا المكان كل ما عنده من طاقة، وبيحاول قدر الإمكان أنه يساهم في يعني زيادة سرعة عجلة التنمية في هذا المجال. القضية اللي أبغى أضيفها هني مستمعين أن المسألة يعني لا تكمن فقط السعادة في زيادة الراتب، هنالك عوامل أخرى. هذه العوامل تتجسد، أنا من وجهة نظري الشخصية وأيضا بناء على العديد من الدراسات التي يقوم بها مدربو البرمجة العصبية، أن المسألة مسألة السعادة تنبع من الذات. إذا أنت كنت متصالح مع نفسك داخليا، قادر أنك أنت تعطي نفسك الخيار بأنك أما تكون سعيد ولا حزين، وتختار أنك أنت تكون سعيد، إذن راح تحاول قدر الإمكان أنك تبرمج حياتك على هذا الأساس. فعموما أعتقد أن السعادة هي مسألة اختيارية تنبع من الذات الإنسانية. الحديث في هذا الموضوع وايد طويل، يعني إذا بتكلم أعتقد أن مسألة الإيجابية في التفكير والاختيار أنك أنت تكون سعيد، هذه كلها أمور يتم التدريب عليها. ترى مثلها مثل الرياضة، يعني أنك أنت يوم بدش الجيم ما بتقدر تشيل 100 كيلو مرة واحدة، لا بتتدرج 10 20 30. فحاول تتدرج أيضا بأنك أنت قدر الإمكان تحاول أنك أنت تتدرج في عملية أنك تتدرب نفسك أنك تكون سعيد. فهذه نصيحة خذوها مني، صدقوني بتغير حياتكم، لأن دائما ما نملك نحن الخيار في أي شيء في الحياة، دائما في خيار أنك أنت تكون سعيد تكون حزين، تشرب شاي تشرب قهوة تشرب ماي، تاكل برياني ولا تاكل سلطة. فالموضوع يرجع لك أنت، تبغى تكون سعيد ولا تبغى تكون حزين. تمام الاقتناع، تسألني رحاب مقتنع، أقولها تمام الاقتناع بهذا الموضوع. وصدقوني يعني من تجربة، حاولوا قدر الإمكان أنكم أنتوا تبرمجون أعصابكم نحو أي سلوك تبغونه. بتكون المسألة يعني بالتدريج معاكم، حتى في 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 مسائل جميلة أن الواحد ممكن يكتسب بعض السلوكيات بالتدريب، زين، وممكن أنه يفقد بعض السلوكيات كذلك بالتدريب. يعني أنا أقرر أني أنا أبتدع سلوك معين اللي هو أني أنا مارس الرياضة 30 دقيقة يوميا، زين، أحددها بقول 10 أيام أنا هذه بلتزم فيها، 30 دقيقة يوميا بلعب رياضة، خلاص أبلش لين اليوم العاشر، خلصت التارجت هذا، طيب أنا استمتعت بهذه الحياة كذا، حطيت هذا السلوك عندي، لا أخلي أزيد الفترة، بقول بس بستمر 2 3 شهور مع التدريب، خلاص هذا السلوك بيكون في حياتي. عندنا المداخلة مع الدكتور علي السيد. طيب هني أنا بتطرق لموضوع، يعني بما أن الدكتور معانا، جاء مؤتمر ومعرض دوفات 2016 هذا العام بأجندة عمل خاصة، ولسيما بعد مرور عقدين على انطلاقه، حيث بحث المؤتمر الكثير من الموضوعات والتحديات الجديرة بالمناقشة والتحليل.
في مقدمتها الآفاق المستقبلية في الصيدلة والتطورات الجديدة في العلوم الصيدلانية والشراكات العالمية والحوكمة والاعتماد والتفويض في الممارسات الصيدلانية، الابتكار والريادة في التعليم وتعزيز نطاق دور الصيدلي وقضايا السلامة في ممارسة الصيدلة. طبعا هذا المؤتمر انتهى بنجاح لافت، هذا الشيء حفزنا ان نحن نحاول قدر الامكان ان نستضيف دكتور علي سيد، والحمد لله لقينا دكتور. صباحك الله بالخير دكتور علي سيد، مدير اداره خدمات الصيدله في هيئه الصحه بدبي. نحن يعني حقيقه مقدرين مشاغلك الكثيره، بنحاول ما منعطلك وايد دكتور، بس خلينا نتحدث عن الجديد الذي حمله المؤتمر ومعرض دوفات 2016. المؤتمر طبعا اول شيء صباحك الله بالخير اخوي محمود، وجزاك الله خير ما قصرتوا. مؤتمر دوفات طبعا السنة هاي جاء بيعني وجه جديد طبعا، وهو طبعا يهتم بإسعاد المرضى وإرضاهم. طبعا المؤتمر يعني عشان نوصل لإسعادهم إسعاد المرضى، فيجب أن نوفر لهم كل الإمكانيات وكل الخدمات اللي تسهل عليهم الوصول والحصول على الأدوية والحصول على الخدمات الصيدلانية. فبداية هي كانت طبعا الخدمات الذكية والأتمتة وزائد الروبوتات في الصيدلة اللي هي تقلل من انتظار المرضى، زائد تحسن من التواصل مع المرضى، وهذا كان اهتمام جيد ومهم مع هذا. طبعا عشان نوصل لهذه يعني المرحلة يجب طبعا وضع خطط معينة، وهي اعتماد أسس وأساليب ذكية للوصول إلى هذه. هاي تودينا إلى شيء، إلى نقطة ثانية، وهي أن احنا يجب أن طبعا نوسع دور الصيادلة والصيدلة في طبعا العلاجات وفي الخدمات، ونجعل منهم أخصائيين في هذه المهنة يهتمون ويضعون المرضى طبعا نصب عينهم، ويكونون طبعا شغلهم الأهم هو البيشنت المريض. عشان نوصل لهذا الشيء بعد لازم ان احنا نطور من معلوماتهم ونقويهم في التخصصات المختلفة، ونضع المريض طبعا هو وسط الخدمة، بحيث انه يكون هو الذي يتلقى هذه الخدمات. هذه تودينا لنقطة ثانية، يعني هي قيادة عبارة عن تسلسل، فتودينا لنقطة ثانية وهي يسمونها الجوفرنس، الحوكمة في الصيدلة في تطبيقاتها، وفي الحوكمة في خدمات الصيدلة، بحيث أن نتأكد من وصول الخدمة الصحيحة والمناسبة للمريض. يودينا لشيء ثاني، أن احنا نضع indicators و يعني KPIs اللي هي مؤشرات أداء لهذه الخدمات سواء عالمية أو محلية، ونقيس الخدمات هذه ونقيس نتائجها. كل هذه طبعا لازم هي نقاط، يعني هي عبارة عن سلم نطلع فيه إلى الوصول إلى رضا المرضى. في نفس الوقت المؤتمر طبعا ما اكتفى بهذا الشيء، وإنما تحدث عن مشاكل الموجودة، وخاصة المضادات الحيوية واستخدامها وإساءة استخدامها، وكيفية وضع خطط لتحسين وتثقيف المجتمع في استخدام المضادات الحيوية. هذا كله يعطينا شنو؟ يعطينا أنه يجب أن يكون هناك الصيادلة اللي يهيئون في الجامعات والكليات، يجب أن يكون أقوياء في المعلومات. معناته إحنا يجب أن نركز في التعليم الصيدلاني سواء في الكليات اللي هو للطلبة، أو التعليم الصيدلاني بعد ما ينتهي الصيدلي في هذا. ومن هذه النقطة طبعا يجب أن ننطلق إلى شيء مهم، أن الصيدلي يجب أن يتمتع بمهارات مختلفة وكفاءات، بحيث أنه يعني يصل إلى هذه النقطة. شنو الكفاءات؟ المهارات يجب أن يكون فيه هناك شيء اسمه communication skills، التواصل، decision making skills اللي هي اتخاذ القرارات، risk taking skills اللي هي
أخذ المخاطر والتعامل معها والبروفيشنال سكيلز اللي هي كيفية التعامل مع هذه المهنة يعني بمسؤولية جيدة بشيء أن يكون مع المريض والمجتمع ويستطيع أن يصل إلى ما يحتاجه المريض. هذا إذا وصل إلى هذه النقطة الصيدلاني ووصل إلى المريض ووصل إلى يعني إقناع المريض وإسعاده، فهذا إحنا طبعا أصبحنا أنجزنا شيء مهم جدا في هذه المهنة. طيب دكتور، الآن أنا بتحدث عن هيئة الصحة، كل هذه النقاط اللي أنت ذكرتها والمناقشات اللي صارت، أبغي أعرف كيف كان تواجد هيئة الصحة في هذه التظاهر العلمية الكبيرة، وكلنا يعرف قيمة مؤتمر ومعرض دوفات. أيضا شو هي الفائدة اللي ترجع على هيئة الصحة بدبي من خلال هذا الحدث السنوي المهم؟ اولا طبعا مؤتمر دوفات هو اصبح مؤتمر عالمي بشهاده الجميع من دول مختلفه من العالم، سواء من اوروبا او من امريكا او من كندا او شهاده منظمات. طبعا الحدث هذا عباره عن تواصل بين كبار الشخصيات وكبار والعلماء في العالم من جامعات ومن مؤسسات علمية ومن مراكز علمية وبحوث وجمعيات عالمية. طبعا أكبر جمعيات العالم كانت متواجدة تحت شعار هيئة الصحة. المؤتمر يعني انطلق تحت شعار هيئة الصحة. فهذا أول شيء فائدة هيئة الصحة فيه، إن أول شيء يعني عرفت هيئة الصحة واشتهرت هي موجودة واشتهرت بأنها لتطوير هذه المهنة وتطوير هذا في العالم أصبح شيء، واشتهرت دبي وهي يعني حبيبتنا إحنا، إن إحنا كيف يعني نصل إلى العالم، وأصبحت دبي في خارطة يعني خارطة العالم في هذه المهنة، في مهنة الصيدلة، وهي تجمع أفضل النخبة من العلماء وهي تنطلق بأفضل الممارسات في هذه المهنة. طبعا هيئة الصحة كان لها تواجد جيد ممتاز، كان لها دعم قوي في هذا المؤتمر، وطبعا وجود هيئة الصحة هي المظلة اللي انطلق من تحتها هذا المؤتمر. دكتور، أنا اللي أبغي أركز عليه موضوع أن التظاهرة هذه ناقشت العديد من المواضيع اللي ذكرتها آنفا. الآن هذه المواضيع كيف سوف يتم يعني الاستفادة منها في هيئة الصحة، وكيف سوف يتم تطبيقها في مجال الصيدلة في هيئة الصحة؟ أنت ذكرت حتى الروبوت، أنا أعتقد الآن المفروض أن يكون تفضل. ان شاء الله في خطه للروبوت. الروبوت هنا او اما هي احنا مش الروبوت، الروبوت عباره عن جهاز، وانما احنا نتكلم عن خدمه ذكيه. صحيح. فالخدمه الذكيه انا استخدم الجهاز هذا عباره عن شيء يعني صامت، ولكن انا كيف استخدمه لاطبق خدمه ذكيه وانفذ خدمه ذكيه تصل الى المرضى واسعادهم. طبعا الروبوت الحمد لله والخدمات الذكيه الاخرى تتواجد ان شاء الله في نص أربعة ينطلق في 15/4 يصل الروبوت للمستشفى الجديدة، و1/5 تطلق الخدمة الذكية، وليس الروبوت فقط، الخدمة الذكية في المستشفى الجديدة، وإن شاء الله بعدها بشهرين يطلق في مستشفى راشد، وإن شاء الله قبل نهاية العام يطلق في مستشفى دبي إن شاء الله. فإحنا إن شاء الله ننطلق بخدماتنا هذه يعني في خطتنا في 2016 في 3 مستشفيات، وإن شاء الله طبعا الخطة تكون لها تكملة في سنة 2017. بس هدفنا في الآخر إن أنا أول شيء المريض لا ينتظر في الصيدلية ويكون انتظار صفر، يعني ثاني شيء الروبوت يخدم المريض ويخدم الصيدلاني ويخدم الخدمة، ثالث شيء إن الصيدلاني يتفرغ لأشياء مهمة جدا وهي الكلينيكية، هي خدمة المرضى، تثقيفهم، تفعيل مهنة الصيدلة. فطبعا هذا احنا طبعا على عاتقنا اشياء كثيرة اللي هي اجهز الصيدلي لهذه الخدمات الحديثة. جميل. هذه الخدمة بحيث انه يكون الصيدلي قابل مقبل على اشياء حديثة يستطيع ان
يتعامل معها. طيب دكتور، أنا الآن هذه يعني الأمور المستقبلية أبغى تناقش فيها معك، تحضر معنا الاستوديو ونستعرض بعد كذلك عندكم الكثير من الإنجازات اللي صارت وأيضا المشاريع المستقبلية في 2016. أفضلنا شوية دكتور، خلنا نشوفك إن شاء الله غالي والطلب رخيص. الله يسعدك يا رب. دكتور علي السيد، مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، أنا عندي دقيقة إذا تبغي يعني توجه كلمة أخيرة في هذا المجال نسيت إني أنا أذكرها في هذا الحوار. إن شاء الله إحنا نكون إن شاء الله طبعا نوجه إن شاء الله في المستقبل القريب حنشوف خدمات صيدلانية طبعا متطورة إن شاء الله تسعد الناس وتسعد المجتمع وتكون إن شاء الله لائقة بما نحن يعني نتطلع إليه في خدماتنا الطبية في الهيئة أو خدماتنا الصيدلانية في دبي. وخدمات طبعا تكون هي عبارة عن موديل للعالم، زين يتعلم من العالم الآخر إن شاء الله. شكرا لك الدكتور علي السيد، مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، كان معنا عبر الهاتف للحديث عن ما حمله مؤتمر ومعرض دوفات وأيضا أهم التوصيات اللي خرج بها المشاركون في هذا المؤتمر، وكذلك تطرقنا لبعض المشاريع المستقبلية للخدمات المتعلقة بالصيدلة في هيئة الصحة بدبي. إذا مستمعينا يعني أحيانا نحن نطرح مثل هذه المشاريع ونقولكم نحن وين رايحين، ما بعلشان شيء بس على أساس أن نعرف الجهود اللي تبذل في هيئة الصحة يعني حقيقة في إطار هذه الاستراتيجية وهذا التوجه اللي وضع لنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واللي يسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع مع الحميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة بدبي. فإن شاء الله إن شاء الله وبتوفيق من رب العالمين وأيضا ب يعني جهود الناس المخلصين في الهيئة وكذلك بتعاونكم أنتو مستمعين الكرام ومتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا متعاملين من مرضى من زوار من عملاء بشكل عام، أنتوا تساهمون معانا في تطوير هذه الخدمات اللي نحن نقدمها وتطوير القطاع الصحي بشكل أو بآخر. عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، غدا إن شاء الله لنا لقاء آخر مع مواضيع أخرى قيمة عبر هذا البرنامج اللي مثل ما نقول دائما منكم وإليكم، وبنقولكم الحين السلام عليكم ونلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. فحتى ذلك الموعد نختم بقولنا دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.